بننتقل لضيف اليوم واللي هو مخترع لبناني باحث بعلم الفيزياء وتكنولوجيا النانو الدكتور وسيم جابر. صباح الخير. الله يسعد صباحك يا رب. كيفك؟ الله يسعد صباحك. وجاي بليهم كمان. يعني شو بدنا نعمل؟ لا ما لك حق. ما يعني امرار تتصرف تصرفات مش مقبوله. على السيرة خليني طهر إيدي، يلا خبرنا عن هالاختراع. طبعا مثل ما بنعرف انه فيروس كورونا اول ما انتشر عالميا انتشر بكثافة بين البشر. القراءات العلمية الاولى لكيفية انتشاره كانت هل هي على الأسطح، هل هي من خلال الرذاذ، هل هي من خلال السعال او العطس. فتباعا بلشت تصدر النشرات العلمية حول كيفية انتشار الفيروس يعني، وبلشت أساليب التعقيم المختلفة وسبل الوقاية من هذا الفيروس. طبعا على صعيد الفيروس هو يتمكن من الجهاز التنفسي للإنسان. طبعا يتمكن جهاز التنفسي للإنسان بسبب وصول الفيروس للجهاز التنفسي. طبعا الفيروس على المقياس الجزيئي هو فيروس جدا صغير، القطر اللي له هو عبارة عن 80 ل 150 نانومتر، ويعني فيروس جدا خفيف، هو بالفوليم 1 فيمتوليتر، بالماس 1 فيمتوغرام. طبعا لنقرب الصورة الأمور التقنية انه جدا خفيف، ممكن يتناثر بالهواء، ممكن يرسو على المسطحات. فبطبيعة الحال هذه كانت احدى الاساليب الاساسية بانتقال الفيروس بين الناس. وطبعا صدر عدة ساينتفك ببلش علمية بهذا الموضوع، بتحكي عن وجود الفيروس على المسطحات ان كان عبر البلاستيك او على الستانلستيل او على الكارتونز أو على البواب أو ما إلى ذلك. فوجوده بالبيئة المحيطة فينا كانت عم تساعد لانتشاره وانتقاله. طبعا دراسات علمية عديدة إن كان على جلد الإنسان بيبقى 9 ساعات، أو على البلاستيك بدون من 3 أيام ل4 أيام، أو على الفلتر تاع الكمامات على الإنر لاير بدوم ل7 أيام، على الأوتر لاير بدوم أكثر من 7 أيام. فدراسات عديدة بهذا الموضوع من عدة مختبرات عالمية صدرت بالجورنالز وأكدت تفاصيل عن هذا الموضوع. هلأ في كمان دراسات مضادة على فكرة، يعني دكتور مارون خوري مثلا البروفيسور الكبير بأمريكا طلع مع زميلنا توني خليفة ومعي أنا على التليفون كذا مرة، قال لي إنه كارين الفيروسز ما بيعيشوا على الأسطح، البكتيرياز هن اللي بيعيشوا. ونحن وقت اللي صار قصة كورونا كنا بعد ما بنعرفوا لهيدا الفيروس. على فكرة لازم نطلع دكتور مارون مرة معنا بيشرفنا، يعني إذا بدك أول ما كان هيدا الفيروس ما كنا بنعرف فيه، ما كنا بنعرف شو بيعمل، مشان هيك كنا خايفين ومتلخبطين وعم نفوت بالبواب مثل ما بيقولوا بالحيطان. بس هلا صرنا اكثر اوير، يعني هلا صرنا اكثر ادراكا بهيدا الفيروس. انا ما عم بجزم على فكره اذا بعيش ولا ما بعيش على الاسطح، هيدا راي خبراء، يعني راي دكتور في قابل للنقاش. نعم، هلا هو عمليا من الاطار العلمي والاطار المختبرات العلميه والساينتفك ريبورتس اند ارتكلز اللي عم تطلع، وجوده على المسطحات امر محتوم مجزوم، ما في نقاش فيه ولا غبار عليه مثل ما بنقول علميا. وطبعا يعني في عده يعني سكانينج الكترون مايكروسكوب ايمجز ممكن يطلعوا عليها، وفي اكثر مما يقارب 2320 ساينتفك بيبر موجوده بعالم الكوفيد 19، وموجود على الستركتشر فورم تاع الفيروس موجود حاليا بعده جورنالات. يعني مستعد نرفض الاطباء والباحثين في هذه المعلومات العلميه القيمه. طبعا وجوده على المسطحات امر قائم، هو عباره عن كابسول مجلتني. في عده دراسات علميه انعملت ببلجيكا على عده مسطحات، وايضا تم تجربته من خلال الحراره على درجه حراره 62. الفيروس بيقدر يعيش لمده ساعتين، على درجه حراره 90 بيعيش لفتره ربع ساعه.
وبطبيعة الحال خلاصنا من الفيروس يعني بفصل الصيف قالوا ممكن يخف، هذا الشيء لم ينجح لأنه الحرارة كانت منخفضة مقياسة بمقومات الفيروس البيولوجية. طبعا وجوده على المسطحات هو أرمحة، لأجل ذلك نحن فكرنا أنه نبتكر مادة على مقياس جزيئي بتكون من ناحية الحجم مثل الفيروس وأصغر شوي. اشتغلنا على الستركتشر تاع الفيروس، درسنا الفورم اللي له، وأسسنا مادة ممكن أن تنساب لهذا الفيروس وتدمره. والحمد لله رب العالمين نحن بشهر 4 بلشنا فعلا دراسة الموضوع، بشهر 6 كان عندنا أول بروتوتايب، بعتنا على مركز البحوث الصناعية التابع لوزارة الصناعة، للأسف ما طلع عندهم فيروسز ولا بالجامعة الأمريكية ولا باللبنانية، ما في مختبرات فيروس عندنا ولا بوزارة الصحة. عملنا تجارب على البكتيرياز، إحدى البكتيرياز اللي هي بسيدوموناس اللي موجودة أكثر شيء بالمستشفيات وبتنتقل للناس، أثبت فعاليته على هذه البكتيريا، قتلها ب 33 ثانية مستعمرات من البكتيريا. لما وجدنا في فعالية جدا عالية له أرسلناه على معهد الميكروبيولوجي في فالنسيا في إسبانيا، وهو من المختبرات المرموقة في عالم الفيروسات أوروبيا. والحمد لله رب العالمين بعد 4 أشهر لحتى أجا دورنا إشت النتائج مشرفة، واستطاع هذا البرودكت أنه يقضي على كورونا فيروسز، يعني كل عائلة يعني فيروس كيف كورونا. كيف بالعملي كيف؟ كيف يعني عمليا؟ يعني عمليا كيف بيقضي على الفيروس؟ يعني من رش الطاولة مثلا، من رش الطاولة هي كسل ستراكشر يعني كتست، بنرش الطاولة إذا إجا فيروس إذا أي بكتيريا أيضا على هيدي الطاولة، لمجرد وصول على هيدي المادة انتهى. طيب هيدا البرودكت نعم. يستعمل على المسطحات أو على كل شيء ولا بيستعمل كمان مثلا على الأكل؟ لا على المسطحات فقط، على الأكل ما منقرب، على جسم الإنسان مباشرة ما منقرب. ما منقرب. رغم أنه الـ part of the material يعني جزء من هذه الماتيريال يستخدم في الكوزماتيكس بنسبة جدا عالية. أوكي. والصبح يعني قبل ما أوصل عم بقرأ أنه بلندن بمعجون أسنان كمان عم ينصحوا بأحدى أنواع معجون أسنان أنه يستخدموا هذا البرودكت لأنه بيقتل إذا واحد عنده كورونا فيروس أو شيء بيخفف الدوز تعولة الفيروس بقلب التم. وبطبيعة الحال هذه المادة من المركبات الأساسية لمعجون الأسنان. بس اللي أنتم عملتوه ما فينا نستعمله على الجسم، ما فينا نرجسه. حتما لا. حتما لا. حتما لا. لكن على كل جماد. على كل جماد نعم، ممكن نستخدمه على الأسطح، ممكن نستخدمه بفلتر المكيف بحيث إذا في هواء بالغرفة بيعمل على تنقيته أو أي فيروس أو بكتيريا. ممكن نستخدمه على الأقمشة، على التكستشرز، على البدلات الطبية تعولة الأطباء بالمستشفيات. بنقدر نستخدمه على الماسكس، على الكمامات. كيف تستعمله على الماسك؟ طبعا الماسك هو عبارة عن هلأ في عدة أنواع من الماسكس. طبعا الماسك هو عبارة عن دبل لاير أو ثري لايرز. طبعا نحن نشتغل على البوليستر أو الكوتون الموجود تاع الماسك بعملية علمية اسمها سونو كيميكال، بنعمل إمبيد يعني بتفوت البارتيكلز على الفلتر أو على مش أنه أنا بجيب ماسك وبرشهم. لا مش هيك، مش لهيدي الدرجة طبعا. لا طبعا الموضوع ليس بهذه البساطة يعني علميا. أوكي. يعني أنت بدك تتعاقد مع شركة بتعمل ماسكات طبعا تاخد منك هيدا البرودوي ويشاركوا بتصنيع الماسك. قد ايه بيعيش هذا البرودوي على الماسك؟ هلا هو عمليا هذه الماده فعاليتها بتدوم لاشهر، يعني لفتره 6 أشهر واكثر حسب الانفايرومنت اللي هي فيه. يعني انا اذا رشيت طولت من نعم. الماده تبعيتها نعم. حتى لو اجى حدا معه كورونا وعطس بتموت؟ طبعا اذا وصل على المسطح على هذه الماده حتما بيموت. نعم. يعني شيء بلاه للبرودكت. هلا البرودكت ان شاء الله بس نبلش بانتاجه. ما بلشتوا بانتاجه حاليا؟ لا يعني نحن الدراسات العلميه هي خلصت على الموضوع. نحن هلا عم ندرس الاليه اللي حنبلش فيها ان شاء الله قريبا. خلينا نشرح شوي عن الماسكات معلش، لانه في كثير من الناس بتعرف صاروا عم يشتروا الماسكات القماش. لانه ماسكات القماش تغسل، يعني فيك تغسلها، وانا عاده بحطهم بالغساله اللي هو احسن لانه الحراره بتعلى وبرجع بالنشافه بتعلى بعد اكثر. بس في كونسبت الناس مش منتبهين له انه ماسك القماش ما في يصير مجوي وبعدنا حاطينه على لا في شيء يعني غير يعني غريب. امرار بشوف ناس مجوي الماسك. هو الفكره وين؟ انه لتفهم الناس ماهيه الفيروس شو هو، كيف ممكن ينتقل الفيروس للناس او وين ممكن يرسل الفيروس وممكن يقعد او البكتيريا مثلا،
لتعرف شو بدها تحط على وجهها. يعني الفيروس مثل ما قلت هو عبارة عن 80 نانومتر، إذا ما نقارنه بشعرة الإنسان هو أصغر من شعرة الإنسان بألف مرة لثمان تلاف مرة. فالفكرة وين؟ إنه نحن لما عم نأخذ الماسك عم نحط مثلا الماسك القماش، الهولز أو الثقوب الموجودة ضمن الماسك هي عبارة عن 7 لثمانية لتسعة مايكرون، يعني أكبر من الفيروس بآلاف المرات. فبطبيعة الحال الفيروس عنده سهولة أنه ممكن يعمل penetration يدخل على حتى لو ماسك القماش كتير سميك. لو كان سميك هو بيعتمد على موضوع الحبك تاع الـ تاع الـ 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 اللاير اللي حاطه يعني ماسك القماش ما له معنى. ما له، هو الفكرة وين كمان أنه ممكن الفيروس، يعني فيروس ممكن يقعد على هيدا الماسك، بكتيريا ممكن تقعد على هيدا الماسك. فالفكرة وين؟ ليش مثلا السيرجيكال ماسك ينصح الأطباء باستخدامها بالمستشفيات مرة واحدة وينكبها؟ لأنه بالمستشفى في احتمال كبير للعدوى لأنه مركز صحي، فبطبيعة الحال بيستخدمها مرة واحدة بحيث إذا إجا البكتيريا أو إذا فيروس على هيدا الماسك يكبوا الطبيب خلص ون، يعني مثل ما بيقولوا استخدامنا مرة واحدة. طيب في ناس كتير بتحط الماسك الأزرق، نعم. عرفتوا الماسك الطبي، وفوقه بيلبسوا ماسك القماش. بيمشي الحال بهيدا الطريقة لأنه الفكرة وين؟ أنه هو قديش نحن منخفف نسبة البارتيكل اللي ممكن تعمل بنتريشن علينا. بس بتعرف شو عم بيصير؟ نعم، عم بيصير انه نحن عم نتنفس CO2 تبعنا، هلا يعني عم نتنفس ثاني اكسيد الكربون. فلأجل ذلك تبعنا يعني فلأجل ذلك في كمامات اليوم عم تطلع عم بتدخلها تقنيات، مثلا بايران فوتوا احدى يعني تقنيات الجزيئات يمكن الكربون نانو تيوبس على الفلتر بحيث كمان بتقتل الفيروس اذا وصل عليها. ايضا ببعض الدول بايطاليا بتشيكيا عم بفوتوا التكنولوجي على الماسك بحيث اي ديس انفكشن يصير اذا اجى فيروس او بكتيريا عليه يموت للماسك. وبطبيعة الحال عم بيعملوا مثلا من ناحيه البوليستر والقطن شيء بيساعد الانسان انه يتنفس ولو براحه نوعا ما، ولكن بيضمن سلامته هلا بدا الامر لما بلش جائحه كورونا الناس كان عندها جهل بهيدا الموضوع. حتى الشركات المصنعه للماسكات وما الى ذلك كان عندها جهل، لانه الان 95 الماسكات اللي كانت تستخدم بالمختبرات العلميه او الفيروسيه اللي كانت تشتغل كان يستخدم الان 95 وكان عنده شويه سبيسيفيكيشن. اليوم بعد هذه الجائحه يعني صار في دراسات عميقه من الجميع بموضوع الماسكس، بموضوع البنتريشن ممكن يصير له، بموضوع الديس انفكشن اذا وصل على الماسك شو ممكن نعمل فيها. فهذا موضوع يعني انت بتنصح اللي بده يحط ماسك قماش يحط الماسك الازرق تحت؟ ايه هلا مش بس هيك، يعني نحن عم نشوف في عده ناس بحطوا مثلا هيدي البلاستيك تشيلد مثلا ويزاوت ماسك، ما بحطوا ماسك معنا. نحن لا، بنقول لهم لا حطوا الماسك، الماسك اساسي لانه الفيروس ممكن يعمل من خلفه لهيدي البلاستيك. فلأجل ذلك هو وكايت قد ايه بتعيش الماسك؟ الماسك قد ايه؟ الماسك عادة حسب شو هو الماسك، الماسك السيرجيكال بنستخدمه مرة واحدة ومنخلص منه. هلا بعض الناس عم تاخذ الماسك، في منهم عم بيغسلوه، بس بدي اقول لهم انتم لما عم تغسلوا مثلا الماسك الازرق عم بيغسلوه؟ لا، الماسك الازرق هيدا السيرجيكال عم تحكي، هيدا مرة واحدة ونخلص منه. هلا اذا بدخلوا ديس انفكشن ماتيريالز مثل نحن عم نشتغل عليه مثلا بيصير يستخدم لعده مرات. عرفتي كيف؟ يعني بيكون في سيفتي سايد للطبيب مثلا، لانه نحن بنعرف انه بيعيش الفيروس على الفلترز تاع الماسك بيعيش لسبعة ايام، يعني سبعة ايام فتره منا سهله. وفي عده سيميوليشن على 3 دي ستراكشر للكمامه والفيروس كيف بيعمل امبيد، كيف بيقدر يقعد بالفلتر من جوا، يعني شيء يعني لازم الناس كثير تنتبه هي وعم تشلح الماسك. الناس احسنتي، فلاجل ذلك انه يستحسن انه الماسك بس ما نشلحه او بدنا نظبط له وضعيته من هون يعني، او مثلا تعرف وين عم بتحطه على السيرفس اللي عم تحطه عليها. فالفكره وين؟ هي نسبه الوعي على صعيد كيفيه انتقال الفيروس وجوده بالبيئه المحيطه فينا هي اساس لحتى تقينا. يمكن لازم نقول للناس انه يحطوا كيس صغير بالسياره، نعم، وبس يوصلوا على البيت يشلحوا الماسك يكبوه بقلب الكيس الصغير ويسكروا كيس الصغير ويكبوا كيس الصغير بالزباله هلا حتى ما لانه في كثير ناس ونحن بنشوفهم على الطريق بيعلقوا الماسك بالمرايه، مرايه الريتروفيزور يعني اللي بتقشع فيها ورا، او بيعلقوه بالفيتاس. طب ما هيدا الماسك كله فيروسز وانت عم تنقل، يعني عم بيكزدروا الفيروسات بالسياره. يعني انا برايي انه اذا بينشال بهالطريقه وبينحط بكيس صغير
وبينكب كيس صغير بزبالة وبيتطهروا ايديه. هو كمان للاسف على صعيد كيفية التخلص من هذه الماسكات او الميديكال ويست بنسميهم نحن، كمان في آلية يعني سوء إدارة من الناس لهذا الموضوع، كمان لازم يلتفتوا له. يعني الماسك مثلا ينحفظ ببيئة انه نظيفة، يعني فك زيته كيف ما كان تستخدمه. يعني في ناس الله يساعدها يعني ما فيها كل يوم تجيب ماسك، يعني نحن نعرف وضع الناس بالبلد كيف، مثلا عم نحكي على صعيد لبنان، انه كمان اوكي اذا يعني حاولوا يعملوا بالانس ما بين انه عن جد يستفيدوا من الماسكات اللي معهم ويحافظوا على نظافتها. وفي ناس كثير بتغسل مثلا الماسكس، هيدي الغسله الماسك عم بحكي انا عن الماسكس اللي بتجي القماش، غسله يعني كل ما تغسلها انت كل ما ضعفتها، كل ما الهولز بيزيدوا على على الحراره. يعني اللي عم نعمله غلط. طبعا اللي عم نعمله غلط بهذا الموضوع. صح، شو لازم نعمل بالماسك القماش؟ ماسك القماش يعني في ناس كثير عم تغسله، يعني الغسيل بيضعف من ماهيته ومن قوته للماسك، فبطبيعه الحال انه يعني اذا كان قماش بدون اي ديسانفكشن جواته او ما الى ذلك، من يستحسن انه استخدامه مش اكثر من 10 ايام او 15 يوم. أوكي. واذا بده ينغسل مره اثنين ثلاثه، هو بطبيعه الحال انه من ممكن يستخدم ماسك يعني هو ذاته كل يوم كل يوم كل يوم، هو عم على الوقت عم بيلقط بكتيريا، عم بيلقط فيروس. نعم، ف يعني هون لازم ينتبهوا الناس ولازم يصدر من وزارة الصحة دورات نشرية بالسلامة الصحية عن هذا الموضوع. انت البرودكت اللي طلع معك كمان فيه الرش بقلب السيارات، صحيح، على بيعقم الهواء. يعني انا اذا مثل كيف سبيرته مثلا فيك ترشه هيك بالهواء. نعم. مثلا بنرش هيك ممكن يعقم الهواء اذا انا طلعت بسياره رش. نحن يعني ننصح انه على المكان اللي ممكن يعمل كورونت بالغرفه او ما الى ذلك، مثل المكيفات على ايسيات مكيفه. نعم. اوكي. نعم. وفينا رش على الجيدون تبع يعني وعلى الفيتاس وعلى الهول، في رش بيعقم كل شيء. صحيح، وبيعقم، وعدا عن ذلك بتضمني انه في سلامه صحيه لإلك. على الجلد، على الجزدان اكيد بنرش، على الاقمشه بنرش، على الخشب، على كل المسطحات بنرش. على فكره الجزدان بينقل كثير، بدكم تنتبهوا وين بتحطوا الجزدان وبتشيلوه وبتحطوه. بينقل لانه بيئه حاضنه للفيروس، لانه بالاساس بيجي جلد. شو بدنا نتحمل لنتحمل، الله يريحنا منه الفيروس بقى هلكنا. شكرا كثير لك، يعطيك الف عافيه. امتين هيدا بيصير بالاسواق؟ ان شاء الله نحن يعني هلا عم نخلص بعض الامور اللوجستيه، وان شاء الله نحن بعد فتره يعني اسبوعين ثلاثه نحن فينا نشوف الصور. ما يسافرجينا الصور يلا. طبعا هيدي هيدي الفحوص اللي اجت من اسبانيا على الماتيريال واكدت فعاليه البرودكت. طبعا اذا بتقلب ميسا بالصور، هيدي الاتستاسيون على الكورونا فيروسز. نعم. بتقلب ميسا بعض بالصور. هيدا فريق العمل، طبعا انا بدي اشكر الدكتور حسين جابر اللي هو احدى فريق العمل اللي كان معنا، دكتور بالجامعه اللبنانيه، والمهندس استاذ محسن الموسوي. طبعا يعني وهون طبعا هيدي صوره البرودكت. نعم. ايتم البروتوتايب من البرودكت اللي انبعث على اسبانيا. وإذا بعد منشوف طبعا هون بالمختبر نحن شو كيف عم نصنع هيدي المواد. هيدي براءة اختراع من وزارة الاقتصاد عندنا بلبنان. مفكرين شيء من بعدها تدخلوا أكثر؟ طبعا هيدي عم نحكي هون، لو سمحتوا وقف الصورة هون، منشوف الدراسات العلمية على نحاس بدون 4 ساعات، على الستانلس ستيل 7 أيام، على الإزاز 4 أيام، بدل على البلاستيك من 3 أيام ل7 أيام. منشوف على الماسك آخر شيء تحت، على الماسك على الإنر لاير 7 days، على الماسك على الاوتر لايرز بدون لاكثر من 7 ايام. هيدي كلها ساينتفك ستاديز موجوده ب يعني مجلات علميه محكمه. نعم. على الخشب يومين. نعم. على البرنتنج. اوكي. طبعا هون بنحكي بكيفيه انتقال الفيروس من ناحيه الجزيء، اذا كان اكبر من 5 مايكرون هيدا من خلال السعال او العطس، واذا كان دروبليتس اصغر من 5 مايكرون بيكون ايربورن، يعني بينتقل بالهواء، كان بفلودد. فطبعا من ناحيه دراساته للفيروس وماهيته وكيفيه تصرفه وتحركه علميا نحن شايفينه منيح. طيب بطل اعرف احكي، رح تنتقلوا لمرحله ثانيه انه مثلا تعاملوا هالبرودوي انه نقدر نغسل فيه الخضره مثلا، انه يقدر ينرش على جسم الانسان؟ نحن لا، لانه
لأن صراحة نحن على صعيد جسد الإنسان مباشرة ما حنطبقه، رغم أنه يستخدم في العديد من الكوزماتيكس، منه معجون أسنان، منه مستحضرات التجميل. طبعا نحن يعني ما من نقرب من جسم الإنسان، لكون شفاف صريح معك. ممكن يعني. ممكن على المستقبل شيء ما، ممكن بالدراسات قادمة، ولكن حاليا نحن الهدف الأساسي هو نقضي عليه بالإنفايرومنت المحيطة فينا لكوفيد 19. أوكي، أول ما يصير في منه للبرودوين نحن موعودين. على راسك. صحيح؟ على راسك. أوكي، ما تنسيني. شكرا كثير لك، يعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا. نحن فخورين.